النهارده وزاره الداخليه اعلنت القبض على سيده الحواوشي، ويعني ده الاسم المتعارف عليه اعلاميا، انما هي الحقيقه السيده اسمها عصمت، نيلي عصمت، اللي الحقيقه قالت لبرنامج مصر الجديده قبل قليل ان انا اي نعم وزعت وجبات على شباب في شارع القصر العيني، بس انا وزعتها من حب ليهم وكلت منها انا كمان، يعني مش بالضروره المساله. على كل حال هي حاليا قيد التحقيق، ومعايا دلوقتي على الهاتف مباشره السيده نيلي عصمت. مساء الخير. نور، زي حضرتك يا استاذ معتز؟ الحمد لله. يا ترى ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله، انت اللي بخير. انا تمام، انا كويس زي الفل الحمد لله. تمام، ايه الحكايه؟ انت يعني قيل ان الداخليه يعني تمكنت من الوصول اليكي، وبعدين سمعت ان انت اللي سلمتي نفسك، ايه الحقيقه؟ لا، هم استدعوني عند الصبح وانا رحت بس. وبتخضعي لتحقيقات دلوقتي؟ لا، احنا رحنا كذا اسم وكذا مكان والمكان الثالث اهو لعله يكون النهايه، مش عارفه لسه. تمام، متهيألي الناس كلها محتاجه تعرف منك ايه حكايه توزيع الاكل، وهل فعلا في شبهه، يعني هل انت نفسك شاكه في نوعيه اللحمه اللي اتقدمت في الحواوشي؟ والله انا اشتريت اللحمه دي زي ما قلت من سبينيز من سيتي ستارز و في البيت وكلت منها، وممكن تكون افضل حاجه ممكن اقدمها، لكن يعني ما كانتش بهذا السوق على ما اظن يعني. وبس، وبعدين سمعت في الاخبار اللي حصل، وسمعت ان في وفيات كتيره، وبعدين بعد كده قال لا ما فيش وفيات، وابتدينا نطمن شويه. والدتي كانت بحاله سيئه جدا، وبعدين بس خلاص قلت الباقي حضرتك عارفه. لا بس المشاهد ما يعرفوش، عايزينك تحكي لنا اكتر. لما سمعتي بخبر المصابين اللي اتنقلوا للمستشفيات اكتر من 50 شاب او 68 تحديدا، يا ترى وكان في طبعا غير اللحمه، كان في قالوا ان كان في عدس وسمك، انت يا ترى وزعتي حاجه تانية؟ لا، هي اللحمه لما انا لقيتها ان هي مش، يعني مش هي دي اللحمه اللي انا باكلها، يعني معتاده ان انا شخصيا انا اللي باكلها، فابتديت احط عليها حاجات عشان اخفف منها، فحطيت عدس وحطيت رز وبطاطس، وبعدين وكلت منها بعد كده، يعني بعديها يمكن بثلاث ايام او يومين يعني ما حسيتش ان انا برضو مبسوطه منها. طيب، يعني انا نفسي لما كلت منها بعد كده يعني، بس ما كانش في الاول. طيب يعني معلش انا مضطر اسالك سؤال، لان في ناس كتير ربطتك بالفلول، وناس تانية ربطتك بان انت ممكن تكوني اداه من ادوات مؤامره اتعملت ضد هؤلاء المحتجين للانتقام منهم. انت انتماءاتك السياسيه ايه؟ انا مصريه، ما عنديش اي انتماءات سياسيه. طب كنت بتودي الاكل ليهم ليه؟ يعني زي ما كان غيري برضه بيودي الاكل، يعني مش انا بس اللي كنت بودي اكل، ومش دي اول مره يعني كنت اودي اكل. وديتي اكل قبل كده في اي مناسبه؟ في اي مناسبه؟ هم يقولوا لك الصور اني مناسبه انا كنت بودي فيها، لان هم لا، بالعكس على فكره انا مش بحقق معاكي، انا عايز الراي العام يتعرف على السيده اللي سموها سيدة الحواوشي، فخليكي واسعة الصدر شوية معايا. لا، أنا واسعة الصدر، أنا بس بسمع حضرتك وبقول لك إن هم نفسهم يقدروا يجاوبوا إذا كانوا كلوا قبل كده ولا ما كانوش. هم مش قدامي يا مدام نيلي، أنت اللي قدامي النهاردة، أنا عايز أعرف منك. طيب، إحنا يعني زي غيري كنا بنودي أكل، وأنا يعني مش عارف أو أجاوب أقول إيه، يعني هو إحنا كنا بنودي أكل كلنا والاكل كان زي الفل وكان كويس ومفيش حاجه، والمره دي كان يعني من حظنا ما كانش كويس، ويمكن تقصير مني ما اعرفش يعني. لكن هل وجهت اليكي اي تهم؟ لحد دلوقتي كلها اقوال، يعني مفيش تهم بتتوجه، يعني كل الناس عارفه يعني هنا، او يعني اللي انا بتعامل معاهم كلهم ناس كويسين، بيقولوا ان في حسن نية، وان لو كانش في حسن نية ما كنتش رحت يعني بعربيتي وديتها بس.
تمام. طب سؤال اخير معلش عذريني، لو المساله عدت ان شاء الله على خير، هل برضو ما زلتي عندك نيه انك تودي اكل المتظاهرين تاني؟ لا اكيد لا طبعا. اكيد لا. اكتفي بهذا القدر. شكرا للسيده نيلي عصمت، سيده الحواوشي اعلاميا على الاقل، اللي قالت انها لو عدت على خير المره دي مش هودي اكل تاني. حق برقبتي يا عم. شكرا للسيده نيلي على هذه المداخله. الحقيقه السيده كانت اثارت الجدل في المجتمع الاسبوع اللي فات بعد نقل اكتر من 68 مصاب للمستشفيات بعد تناولهم وجبات اتوزعت عليهم، قالوا من سيده نزلت من سياره فاخره. انتوا عارفين الاعلام بيحب يستخدم بعض العبارات السخنه الملتهبه اللي فيها البهارات، عباره كده وقال لك سيده الحواوشي، فهي سيده الحواوشي بتقول لك يا عم انا ما كنتش اقصد، انا كنت بدعمهم وكنت باكل من الاكل نفسه وانا مصريه وما عنديش اي انتماءات سياسيه. عجبتني جدا انها بتقول ايه، انا مصريه.